السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في برنامج لقاء حصري مع غادة كرامة، برنامجكم المتنوع. النهاردة حلقة جديدة وموضوع أكيد مرتبط بالأحداث الأخيرة وتفاصيل الفيروس اللي بنسمع عنه أزعجنا كتير في مصر والعالم. بنقول ما بين الخوف الهستيري والدعوة إلى التحلي بالحكمة، ده كلامنا النهاردة. وهنتكلم في شق آخر عن الشق الصحي أو التوعية الصحية، هنتكلم عن التوعية بخصوص الجانب النفسي والمعنوي وتأثير ده، إن لو اتمكن منا الخوف ممكن يكون تأثير سلبي وتوابعه أو يؤدي لنتائج غير مرغوب فيها أو إحنا يعني في غنى عنها. معايا الأستاذ مصطفى، أستاذ مصطفى عبد العظيم، الأستاذ متخصص في الإدارة وتنمية الموارد البشرية، يعني تاريخ كبير مع الشباب في مستقبل العمل والتحديات المختلفة. فقرتنا أو حلقتنا سوري بعنوان التحديات وجحيم على الأبواب. أهلا بحضرتك يا فندم. الله يخليك يا ست الكل. كلمني يا أستاذ مصطفى، أنت طبعا أكيد متابع فيروس كورونا وتأثيره في العالم كله، ويعني بالتحديد في مصر والأساليب اللي احنا تعاملنا بيها، رأيك إيه وتقول إيه للشباب المتأثر نفسيا ومعنويا؟ بصراحة كل حاليا بأحداث المدينة حاليا دلوقتي كده فيروس كورونا، وياريت احنا دلوقتي كده أنا بخاطب الشباب حاليا دلوقتي بقول للشباب ياريت ما تسمعش اي اقاويل من بره، بمعنى صح يا ريت ما تسمعش اي حاجه من اي حد، عشان حاليا دلوقتي في حزين طفره حاليا دلوقتي بين الناس كلها، عمليه الذعر، الناس كلها دلوقتي كده ما عندهاش ثقه في اي حد خالص، كل واحد بيطلع حضرتك على الهوا مجرد بيعمل شو، بمعنى صح معايا احنا بنقول لهم ما تخافوش، الفيروس عباره عن ده فيروس عادي جدا جدا ومالوش يعني ايه يعني مده محدده بمعنى صح. يعني حضرتك بتخلينا دلوقتي ان يعني يبقى في بارقه امل ان احنا ما نعظمش الموضوع ونحس ان الحياه انتهت. لا طبعا، لا يا استاذه غاده، لازم بقول لحضرتك الفيروس حضرتك عباره عن يعني نشط، فيه نشط حاليا اللي هو موجود حاليا دلوقتي موجود بايه وهي خامل، النشط حضرتك موجود بيبقى في الوقت المناسب، بيطلع في الوقت المناسب. هو نشط حاليا بره ليه؟ حضرتك عشان الدول درجة الحرارة حضرتك بتبقى تحت الصفر، بيضطر يبقى نشط. حضرتك داخل علينا إن شاء الله من غير مقاطعة داخل الصيف، بمعنى صح بيقضي على الفيروس نفسه، بمعنى صح الحمد لله رب العالمين يعني. ودي فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى. تمام، دي تقديرات علمية بقى حضرتك. طبعا أكيد بحثت فيها. لا أكيد حضرتك، أنا بحثت فيها حضرتك وعرفت الحاجات دي حضرتك. تمام، طب نرجع للنقطة اللي بنتكلم فيها عن يعني الناس اللي بتقول لك شغلي وانا الحياه كده انتهت وانا خلاص بقى يعني انزل للشارع ما يهمنيش، ايه يعني ده حاجه بسيطه، يعني مش حاسين في استهتار في حته الاهتمام بالوقايه. اهم حاجه يا استاذ غاده لازم نكون على قلب رجل واحد، يعني بمعنى ايه؟ لازم كلنا نخاف على بعضينا، لازم نكون نتكاتل مع بعضينا، لان احنا مصر تهمنا وتهم كل الناس كلها، مصر دي ام الدنيا كلها ولازم نخاف عليها زي ما كل الناس يعني بتخاف. حضرتك عندك امل ان في مصر نقدر نتخطى مراحل الجايه جدا دي؟ جدا جدا جدا، ده اهم حاجه كلنا كل مع بعضينا، كل الفريق او كل الشعب المصري كله مع بعضيه يتكاتل. واهم حاجه يا استاذه غاده الوقايه خير من العلاج. طيب ايه اللي بتشوفه من الشباب بالتحديد؟ مش ما فيهوش مسؤوليه او شعور باهميه الموضوع. هو بالنسبه للشباب يا استاذه غاده حاليا دلوقتي كده يعني اللي داير حاليا في طبعًا مصر، طبعا احنا مش بنعمم، اكيد في ناس مسؤوله وعارفه ازاي تتعامل. لا حضرتك الشباب حاليا دلوقتي كده واخدين الموضوع بالستار جدا جدا جدا، تكلم اي شاب النهارده يقول لك ايه كورونا، ايه ما اعرفش ايه، نظام تريقه. بس حضرتك احنا دلوقتي كده احنا الاسد بؤره بمعنى صح او فجوه، لازم نعديها بأي طريقة، لازم حضرتك لازم نكون مع حضرتك مع
نتعامل مع الشرطه، نتعامل مع الجيش. جميل. نعمل كلنا مع بعضينا وكلنا نكون ايه على يعني قلب رجل قلب رجل واحد بمعنى اصح. يعني كل قلب على قلب بعضينا، يعني ما فيش بقى حضرتك ليه لازم نقضي على ليه على الفيروس ده باي طريقه. نرجع نقول على بالنسبه لموضوع العمل، الناس اللي مثلا تقول لك انا ممكن اشتغل في البيت، اه ممكن اقعد على الجهاز بتاعي او يعني بالطرق التكنولوجيا الحديثه ان انا امارس الشغل بتاعي، ولكني لا انا مش فارق معايا انزل عادي وكده. فبتقول لهم ايه اللي يقدروا ان هم يقعدوا في البيت، لان كل ما الناس هتنزل عدد اقل متهيألي ده هيجنبنا مشاكل تانية. لا يعني، ولا حضرتك شايف ايه؟ لا حضرتك بتيجي حسب استاذه غدا حسب الشغل. يعني مثلا انا كبنك في بنك، يعني مثلا نظام يختلف عن الشركات. لو في شركات حضرتك بيتيح ليها ان هي تشتغل حضرتك ماشي عادي جدا، يشتغل على السيستم بتاعه او يشتغل على ايه على النظام بتاعه. تمام. يعني لو حب الموضوع ينزل مش موضوع عناد يعني في لا الموضوع. مش عناد يا استاذه غاده. لا استاذن مش حضرتك عناد. معانا فون. اتفضل. استاذه نهله. الو. السلام عليكم. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. برحب بحضرتك وبرحب بالضيف الاستاذ. اهلا بيك، عرفينا بنفسك يا استاذه نهله. انا انسه نهله فؤاد الكتري من اسكندريه. اهلا بيكي. رايك ايه رايك ايه في موضوع الحلقه؟ جميله والله، ويا ريت الناس ينتبهوا ويكونوا على حذر ان هم يقعدوا على البيت وان هم في البيت وان هم يلتزموا. اي حد لازم يبقى عنده ازازه رش كده فيها ميه بشويه دهون. ايوه تمام. انت قصدك ان الوسائل دي سهله بس الناس تهتم؟ لا لا، لازم الناس يهتموا ويعرفوا ان احنا في خطر، وده بلاء من ربنا. لان الناس، انا اقول لك يا استاذه ونعم بالله، لان انا قريبه قوي من ربنا وعندي كراسات بسبح فيها ربنا وبصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وكوارث يعني. ربنا يبارك فيكي فعلا. طيب بتوعي اصدقائك، بتوعي اصدقائك او اللي حواليكي بتقولي لهم؟ اكيد اكيد. دلوقتي الناس بتقعد على النت بالست ساعات والاذان بيدن وما بيصلوش فرض ربنا. طب انت عايزه الناس تقرب من ربنا اكتر وندعي ربنا حتى في الايام المباركه دي. بقول لك نهله. الو نهله، بقول لك عايزه تسالي استاذ مصطفى حاجه بخصوص العمل والشباب المحبط اللي يقول لك احنا ضعنا خلاص. عايز تساليه تقولي له حاجه؟ نعم يا فندم. عايزه تسالي استاذ مصطفى عن حاجه بخصوص الشباب المحبط اللي بيقول لك احنا خلاص كده المستقبل وحش والدنيا. عايزه تساليه اي سؤال؟ لا لا، هو ربنا بيقول ايه؟ اعتلها وتوكل. الشاب اللي مش لاقي شغل يبحث وهيلاقي شغل، ما يقعدش في البيت وعايز الرزق يجيله. تمام. انا بحييكي اولا على الكلام الجميل ده، واكون سعيده طبعا بمتابعتك وتكلمينا دايما بقى. بصي من فضلك، بس كنت عايزه اسال الاستاذ عن حاجه ممكن؟ اتفضلي. الله يا ربنا يخليك يا رب. بصي، هو مثلا لو حد عايز مثلا يعمل مشروع والاقتصاد يعني يبقى ماشي معاه، يعني الفلوس تبقى ماشيه معاه، مثلا في مجال ايه مثلا؟ ممكن اعدي الحته الاخيره لو سمحتي كده؟ الحته الاخيره يا فندم؟ الحته الاخيره بتاع المجال، مجال ايه؟ يعني مثلا لو حد عايز مثلا يفتح مثلا مشروع، يعني ده اللي حصل مشروع ملابس مثلا، مثلا موبايلات، يعني بيقول لك الملابس مش ماشيه قوي، طب ايه اللي ماشي مثلا؟ هي عايزه تعمل مشروع وبيقولوا لها في الملابس يبقى ملابس مش ماشي المشروع دلوقتي يعني في الفتره الحاليه. ولا تعمل في الاكل، ولا تعمل في مشروع في حاجه تكون اداريه استثماريه وات ايفر يعني. تمام. بس اشوفها كنت بس عايزه من فضلك ابعت اهداء لامي ممكن؟ طب احنا طب مش نجاوب على السؤال الاول؟ نعم. بقول لك نجاوب على السؤال واتفضلي انهي بالاهداء بتاعك. طيب ممكن. اتفضل حضرتك قول لها عايزه تعمل مشروع بس مش عارفه تحدد، بتقول للشخصيه اللي زي تقول لها ايه تعمل ايه؟ طب حضرتك انت عايزه دخل شهري يا استاذه؟ نعم. عايزه دخل شهري؟
انت يعني حاجه زي كده، اصل احنا مثلا هنبقوا ثلاثه او هنبقوا اربعه مثلا، مش مثلا ايه في حاجه، انا مثلا ايه لو معايا مثلا 3000 او 4000، كل واحده مثلا 4000 كده، ونشتركوا في حاجه على اساس مثلا تدخل لنا ربح، يعني فاهمين ازاي؟ فايده يعني معنى صح يعني فندم؟ فايدة ليكي؟ طيب بصي، الأستاذ مصطفى هيجاوب لك، هنقفل معاكي دلوقتي. بشكرك لسؤالك حبيبتي. يا حضرتك بتتكلم في نقطة، أنا هقول لك هي دلوقتي مثلا معاها مبلغ وعايزة تعمل حاجة. هو المبلغ حضرتك بتقول 5000 جنيه، 5000 جنيه حضرتك والأيام دي ما تعملش حاجة حضرتك. طب حضرتك ما ممكن تعمل كارد حضرتك، ليه ما تعملش كارد؟ وحاليا دلوقتي الفوائد نزلت، حاليا 3%. طب وده تعمل كارد، تعمل كارد عندها اصلا محل حاليا دلوقتي هوتي، تمام، تاخد كارد ممكن تاخد 10000 جنيه حضرتك، بطلب منها اوراق يعني عاديه جدا، بطلب منها عقد ايجار وحاجات سهله جدا. لفت نظرها لنقطه اللي هي موضوع القروض او تعمل كارد او انها تتعامل مع البنوك وتشوف طبعا العروض بتاعتها في الفتره الحاليه. تتعامل مع البنوك. حضرتك نرجع بقى لموضوعنا. اتفضل. بنتكلم عن الكورونا او الفيروس اللي ازعجنا في العالم كله، حضرتك بتقول للشباب ما تحبطش. ايوه طب بتقول لهم ايه تاني اللي هم مثلا متاثرين وفي نفس الوقت ما عندهمش وعي، مش مخليين بالهم من اللي حواليهم، او يقول لك ده كله بتاع ربنا، بتقول لهم ايه؟ مش بينزلوا الشارع طول الوقت، بتقول ايه؟ والله يا استاذه غاده بصراحه انت سالت سؤال جميل جدا جدا، وحاليا هو اللي ماشي حاليا دلوقتي كده، ان الشباب حاليا يعني مش يعني يقول لك ايه؟ يعني ده فيروس زي اي فيروس عادي جدا جدا، ويقول لك زي اي فيروس اللي كان قبل كده برضه، بس دلوقتي الفيروس حاليا دلوقتي نشط، يعني زي ايه نشط؟ يعني ايه؟ يعني زي ما تقول واحد جعان مش لاقي حاجه ياكلها، معايا؟ وانا حضرتك اللي هو الفيروس حاليا اللي موجود حاليا دلوقتي معايا مش خامل، نشط جدا بطريقه فظيعه، ولذلك بنقول الشباب يا ريت ما حدش يطلع حضرتك ايه؟ يطلع او يتجمع مع بعضيهم. ويا ريت موضوع يا استاذه غاده كمان احب الفت الشباب برضو، عشان دام الناس كلها قدام الكاميرا اهو، يا ريت يا جماعه سيبوكم من دور اللي يعني ايه، من دور مثلا واحد يقابل واحد وياخده بالحضن ويبوسه والكلام ده اللي لسه شايفه امبارح، ويجي بعد كده حضرتك يجي يبسه تاني يوم النهارده، ليه كده؟ انا مش عارف. هو حضرتك يا يعني استاذه غاده يعني بصراحه حاجات بسيطه جدا ممكن تقينا من مخاطر كبيره. وبالنسبه يعني انا في حاجه كنت عايزه اقولها ويمكن ما قلتلهاش في بدايه الحلقه، انا عايزه احيي كل ام مصريه اللي هي كل يوم بنكبر معاها وبيعدي بينا بيخلينا نحتاج لها اكتر. ده اكيد. كل سنه وانتي طيبه. مامتي مدام اسماء حسني، بقول لك يا ماما ربنا يخليكي لينا ويبارك وجودك الجميل، وكل ام في بيتها هي حاجة عظيمة جدا، ودورها دلوقتي مهمة أكتر كمان في الفترة دي، خلي بالكو من الأولاد. أنا ممكن أعيد حتة؟ أستاذن حضرتك بس، معانا اتصال. محمد من القاهرة، اتفضل. مساء الخير يا أستاذة ندى وعلى ضيفك العزيز. مساء الخير، أهلا بيك. أهلا بيك حضرتك. ممكن توطي التلفزيون تسمعنا من فوق من التليفون بتاعك؟ انا وطيت التلفزيون. طيب حضرتك يا استاذه ندى، بس احنا عندنا مشكله، وعندنا عاميه في البلد عندنا مشكله يا فندم، فحبيت اطرحها على اكتر من شخص فمحدش وقف جنبنا. تمام. احنا يا ريت يا استاذ مصطفى معاك برضو بيسمعنا علشان نقدر نقدم. استاذه غاده اتفضل. استاذه غاده مين معايا؟ استاذ محمد. استاذ محمد ايوه دكتور، مع حضرتك. سامعني؟ سامعك يا فندم. اي سؤال يخطر على بالك ما انتش لاقي له اي جواب، ان شاء الله من غير مقاطعه انا هجاوبك عليه. اي سؤال؟ بص يا دكتور، هو حضرتك ممكن يكون السؤال بعيد عن الحلقه شويه. اتفضل براحتك. حضرتك احنا فئه من النجارين، الناس اللي شغاله باليوميه يا فندم. تمام. حضرتك احنا دلوقتي في مواقع الشغل الحكومه عادتنا من الشغل. حضرتك فاهم يعني ايه واحد شغال باليوميه لو ما اشتغلش اليوم مش هيلاقي ياكل هو وعياله؟ معاك، ماشي. حضرتك انا اتصلت بالارقام اللي هم بيقولوا المفروض هيساعدونا. تمام. حضرتك محدش رد عليا ومحدش قال لي اي حاجه ومحدش سائل فينا يا فندم. واحنا قاعدين دلوقتي مشونا من المواقع بتاعت الشغل عشان خاطر فيروس كورونا. تمام. حضرتك قول لي انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا اتصلت اكتر من مسؤول ومحدش بيرد عليا يا فندم.
تمام ماشي. فحضرتك انا مش فاهم اعمل اتوجه اعمل ايه اروح لمين، فانا مش فاهم. وهم قعدونا وانا معايا اسره من بنت وولد وام متعلقين في رقبتي. تمام يا محمد، احنا كده سمعنا السؤال. انت بتسال ايه البديل بالنسبه للشخصيات اللي وهنعرف الحل دلوقتي. اتفضل، شكرا لاتصالك. اوكي، هو بصراحه سؤال حضرتك يعني احنا عايزين برضو نقول لهم ان الوضع اللي احنا فيه حتم ان بعض المصالح او المؤسسات منعت الاشخاص ان هم يحضروا العمل. فهو بيقول لك احنا مثلا هل كلهم في كل المؤسسات كلها حتى الخاصه والعامه، يعني احنا برضو احنا عايزين نفيد كل الناس، هل بيبقى بياخدوا مرتب ولا في بعض المؤسسات دي وقفت الناس عن الشغل عشان الظروف الحاليه الراهنه، ولكن مفيش بديل مفيش يعني اجر او مرتب شهري، هل ده بيحصل ولا ايه؟ هو بالنسبه لحضرتك بصراحه يعني بيتكلم في نقطه بصراحه حلوه جدا جدا. طيب. انا بالنسبه للموظفين حضرتك مرتباتهم ماشيه زي ما هي، تمام؟ تمام، يعني زي ما هو، كل ما فيش حاجه بتتغير. الخاص والعام ولا الخاص والعام كله بيكله مرتباته زي ما هو. هو بيتكلم في نقطه حقيقي، يعني الله يكون في عونه حقيقي، لان هو حضرتك بيقول لك انا معايا عيال وعايز يعني حلو بمعنى صح. تمام دلوقتي كده احنا المفروض يا استاذه غاده برضو يعني بصراحه نقطه يعني مهمه جدا جدا. المفروض واحد زي حضرته ده يعني المفروض يعني 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 الحكومه يعني تطلب عن الرأفة بصراحه يكون في اهتمام اكتر بمثل هذه. يا ريت والله يا استاذه غاده بصراحه، يعني لان هو دلوقتي كده حضرتك دلوقتي كده معاه عيال المفروض ومعاه لا أسرة. هو بيقول لك ان طلبوا منهم ان في ناس بتبعت ارقامها على بتبعت رقم معين او تتصل على رقم معين ويتواصلوا معاهم للشأن ده او لمحاوله تقديم البديل ليهم للفترة الحالية، فهو بيقول لك مش بيردوا عليا. فاحنا برضو من برنامج لقاء حصري مع غدا كرامة يا ريت يكون في تواصل اكتر مع الناس عشان نعرفهم ان فعلا الدولة مهتمة. طيب حضرتك بالنسبة للخاص، هل الشركات البنوك مثل هذه الاماكن يعني العمل بيتعاملوا ازاي كلهم؟ هل في الفترة الحالية برضو وقفوا العمل وفي اجر ولا بدون اجر؟ لا، البنوك شغالة زي ما هي، بس هيجزوا حضرتك فترتين. في فترة حضرتك هتبقى مثلا هتبقى فترة صباحية وفترة مسائية حضرتك، ده بالنسبة للبنوك حاليا. وبالنسبة للشركات يعني مثلا ايه بيبقى بيجزاهم لجزئين بمعنى صح، جزء هيجي مثلا بعد 14 يوم وجزء تاني هيجي بعد 14 يوم معايا، عشان خاطر التقدس، عشان خاطر الفيروس نفسه ما ينتشرش بمعنى صح يعني. تمام. بالنسبة للفقرة بتاع حلقتنا سوري دي يعني متهيألي من أجمل أو أهم اللي ناقشناه كإعلاميين في الفترة الأخيرة عن فيروس كورونا، لأن احنا بنتكلم الناس أولا احنا بندي الأمل، ده مش عشان احنا بنقول احنا بندي أمل، لا أكيد كل أزمة هيكون في يعني نوع من أنواع التعامل معها أكيد، زي ما احنا بنتعامل كده وبنقول وبنوعي، وهيكون في إن شاء الله يعني بشرة خير في الفترة الجاية إن الوضع أفضل. حضرتك شايف زي كده ولا أنا متفائلة زيادة؟ لا حضرتك لازم، أنا أستاذة غادة برضو عشان برضو نفهم برضو الشباب، الشباب دي أهم حاجة حضرتك. معروف عند قبل عند من الشباب، عارفين إن الشباب المصريين يعني قبل القدماء المصريين بمعنى صح يعني رجالة رجالة وقت اللزوم بجد حقيقي والله. تعرف المصري حقيقي وقت الجد وقت الشدة بتعرفيه، لو 100 مليون هتلاقيهم على قلب رجل واحد حقيقي. كان رأيك إيه في الشباب المصري الأيام الأخيرة ساعة السيول والمطر والكلام ده كله؟ لا بصراحة بصراحة أقول لك إيه، هو ده المصري. تقديرك إيه للي عملوه؟ هو ده المصري، هو ده اللي هو المصري هيفضل طول لحد بص لحد يوم القيامة، هو ده المصري الحقيقي، بيظهر وقت الشدة، بيظهر وقت الأزمات، وكل اللي هو كل اللي بيحصل جدا كل اللي بيخطر وكل اللي بيحصل على الساحه ده كل ده هيبين لك معدن المصري الحقيقي، بكلم بجد والله حقيقي. تمام. كل الشباب الناس حقيقي، الناس الوحشه اللي بتقعد تقول لازم السلبيات، لازم يا استاذه غاده كمان لازم مصر جميله. انا بناشد حضرتك الشباب حاليا، انا الشباب بالذات انا بحبهم جدا جدا جدا، بقول لهم يا ريت
نكون على يد واحدة مع بعضينا، ويا ريت نكون مع الشرطة ومع الجيش ونتعامل مع بعضينا عشان الفجوة أو الكبوة دي معنا صح ماشي تروح من البلد إن شاء الله، وتفضل مصر إن شاء الله آمنة لحد يوم القيامة ماشي. ودي يعني مش عايز أقول لك حاجة أكتر من كده، ومهما أقول مصطلحات خلي بالك مصطلحات حضرتك يعني في قاموس اللغة العربية تخص الشباب المصري معنا صح سلبيات مش سلبيات ده إيجابيات، هو المصري يفضل طول عمره مصري معايا. وهي حضرتك عشان برضه عشان هضيف هذا من عندي، وفعلا التاريخ ذكر لا مقصودش استاذ غير الاستاذ، الرساله لازم نوجهها للشباب، اصل انا عندي اهم حاجه الشباب الشباب ثم الشباب. يا ريت يا جماعه ما تستهزئوش بالفيروس، لان الفيروس نشط 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 وانا ما بخوفكمش، يا اما تقضي عليه يا اما يقضي عليه بالظبط. انت بايدك تقضي عليه، انت بايدك تقضي عليه، مش هو يقضي علينا احنا. انا ما اديهوش الفرصه بمعنى صح، لازم حضرتك كلنا نتعامل مع بعضينا ونتكاتل مع بعضينا، ولذلك تلاقي كله لازم يعني يصب في اناء واحد يا استاذ غاده، لازم كلنا نخاف على بعضينا مع بعضينا. الناس ما يبقاش في ما يبقاش في عدم وعي، بمعنى ما نستهترش لا اكيد بالوضع. ما نستهترش اه يا استاذ غاده ما نستهترش بالحاجات دي كلها دي. يعني انا بصراحه عايزه اقول كلمه يعني من طبعا كلنا متابعين على السوشيال ميديا وعلى صفحاتنا وحتى على التي في اللي بيتقال عن الفيروس والتجربة اللي بتحصل مع كتير من الناس في التعامل معاه أو مشاهدة التفاصيل اللي بتحصل عنه. أنا شفت على أحد الصفحات شخصية بتتكلم من لا حول الله ربنا طبعا يشفيها في الحجر الصحي. أنا استفدت جدا من الكلام اللي هي قالته، هي كلمت بقوة برغم طبعا الألم الشديد اللي هي أكيد بتعانيه. هي بتقول يا جماعة إحنا شباب صغير، أنا احتمال إن أنا أقدر أقاوم الفيروس أو إن أنا يعني أحاربه، ولكن الثلاث حاجات اللي قالتهم أولهم إن أنت لما تضطر تنزل الشارع تخلي بالك من ثلاث حاجات. الحاجة الأولى انك ما تحطش ايديك على وشك خالص. الحاجه الثانيه يعني لا حول ولا قوه الا بالله، طبعا انا اكيد لما سمعت الفيديو ده اختلف عن اي كلام اتقال عن الكورونا، ولكن كان لازم ان انا استفيد منه وافيد الناس باللي انا عرفته واتاكدت كمان منه. قالت يعني هي بتقول ان لازم لما تبقى تضطر تخرج، وانا قلت رقم واحد انك ايديك ما تحطش على وشك خالص خالص طول ما انت بره ما دام انت مضطر تخرج. تاني حاجه بتغسل ايدك طول الوقت، هتقولي اغسل ايدي ازاي؟ يبقى معاك الكحول او الجل المطهر يبقى في ايدك طول الوقت بتعقم ايديك. تالت حاجه وهي دي اهم حاجه لو سمحتوا يا ريت تنتبهوا ليها، انك لما ترجع البيت وتدخل بيتك حتى لو بالذات لو عندك ناس كبار في البيت او اطفال، تراعي جدا انك ما تدخلش تسلم على حد ولا تمسك الاكره بتاعت ايد الباب دي والحاجات دي كلها الا لما بتعقم ايديك وتغسلها كويس جدا وتعقم كل الحاجات وبالذات المفاتيح دي، برضو نقطة مهمة جدا. أكيد. فتفضل طول ما انت لغاية لما بتستعيد شكلك وغسلت ايديك وبقيت تقدر تتعامل مع كل الناس وانت مطمئن، لان قالت طبعا الكبار والاطفال مناعتهم ضعيفة وده بخطورة المرض عليهم اقوى بكتير. وهي ادتني امل من كلمتها ان الشباب ممكن ان يكون البعض منهم يستطيع ان يقاوم او يعني يؤثر في العلاج. طبعا انا سعيدة بوجود حضرتك معايا يا استاذ مصطفى. اسعد جدا جدا. ممكن يعني يا ريت حضرتك تقول لنا في الختام، لا لسه عايز اقول كلمه بنبي بجد يا استاذه غاده، كلمه اخيره بعد لا يا ريت بس لا حضرتك احنا داخلين على المرتبات حاليا يا ريت عشان برضه حضرتك هتختم بالجزء ده لازم انا بجزئيه دي بالذات. طب بسرعه بقى عشان ماشي وقتنا انتهى يوم 24/3 حضرتك صرف المرتبات الموظفين بمعنى صح، هيبقى في حاله تقدس على المكن اي تي ام بمعنى صح. ايه لازم نوعي الناس اللي هي بتصرف من المكنه نفسها، ليه لازم نوعيهم نقول لهم لازم اكون معاكم ايه الكحول والحاجات اللي هي المستلزمات بتاع كل حاجه الاي تي ام لازم لان كل ايه كل عمليه سحب اعداد كبيره من الناس لازم
بيكون معاكي ايه اللي هو الكحول والحاجات التانية والاستلزامات التانية معنى صح. وايه تاني اثناء ما هم بيتعاملوا مع المكنه وقت ما يكون في تكدس يعملوا ايه تاني؟ المفروض اصلا يعني حاليا دلوقتي كده على دراسه مني انا وعلميا يعني معنى صح قال لك المفروض بين كل عميل وعميل لازم يكون في متر بين كل واحد وواحد، ولازم قبل ما احط الكارت لحضرتك لازم اعقم الكارت نفسه. جميل جدا. وساعه الفلوس اصلا ما بتطلع برضه لازم اعقم، حتى بناء على كده يعقم، حتى عقم للي ورايا انا مش عارف ان اللي ورايا معاه. دي حاجه جميله جدا، مع ادوات ادوات مثلا ما يبقى في شعور بالاخر او ان انت بتخاف على نفسك. يا ريت الساده المسؤولين يسمعوا الكلام ده حضرتك، يا ريت عشان تمام. عشان ايه عشان المرتبات يوم 24 3. جميل جدا. اولا بشكر حضرتك استاذ مصطفى، الله شرفتني. الله يخليك. ووجودك النهارده يعني سعدنا بيه، وسعدت بمتابعتكم لينا النهارده، وانتظروني في الفقرات الاخرى وموضوعات كتير تهمنا وتؤثر في حياتنا. وبحيي كل المجهودات اللي الناس بتقوم بيها علشان نخرج من هذه الأزمة، وبإذن الله في الأيام المباركة دي كل دعواتنا ربنا يستجيبها ويبلغنا رمضان إن شاء الله ونحن في أحسن حال. تابعوني وابعتوا لي كل آرائكم واقتراحاتكم للبرنامج وشاركوني دايما. بشكركم وإلى اللقاء.